بصي يا لطفي يا ابني، نجا بنتي دي اتمرمطت قوي وشقيت طول عمرها من يوم ما مات ابوها، وما شافتش يوم حلو في جوازها، وزي ما انت شايف الواد اللي كان هيبقى سند لينا اتقطعت حته من جسمه. ليه كده بس؟ ليه كده يا منوجه؟ ده كراميلا، ده يعني ده البركه بتاعتنا، ربنا يخليه لنا، ده جميل. بنتي بنت اصول، ما قالتليش اللي حصل منكم، بس انا عرفت بقى لما جاتلي ان الالم كان جامد قوي. انت عارفني يا ابني، انا حقانيه وانت لسه في الاول، بس انت جيت عليها جامد قوي يا ابني. طب وربنا؟ وربنا كلامك بينقط حكم يا منوجة. بس انا صراحه يعني قلت برضو يعني اسيبها يومين كده تهدى، ويعني اقول لك على حاجه، قوم انت بس صب لنا كوبايتين شاي وهرضيها انا بكلمتين. حاضر. تسلمين تسلمين يا منوجة. ايه جالي حراق؟ قلت لك بقى مجمده، الفكه ما لدتش عليك شكلها صح؟ لطفي الحراق لما بيبيع مفيش ترجيع يا مول. ابيع يا بت؟ ده انا شريكي وشريكي قوي، انا حتى ربنا كرمني اخر كرم واشتغلت شغلانه ب 3000 عصفور، قلت اجيبهم لك بقى انت تطيريهم بمعرفتك. 3000 حلوين، هعتبرهم مؤخر الصداقه. هترمي اليمين هنا ولا عند المأذون يا لطفي؟ من البلكونه وتنزلي تلقفيه من تحت. يا ظريف رابط، هو اللي جاي محمل وشاري موز وبرتقال وجايب لك سوق العبور كله، يبقى جاي يرمي يمين ولا جاي يرمي حنيه ويرمي حب؟ حقك عليا يا نكتي، حقك عليا. حقك عليا؟ هصرفه منين الحق ده؟ عارفه عارفه نوجه انا نفسي في ايه؟ احط عليك شويه مكسرات ومستكه. بتلم بقى، يلا بينا على البيت. اتفضل يا ابني. تسلم تسلم ايدك يا منوجة. خد يا بت. تسلم ايدك ياما، اقعد على مهلك. خد الشاي يا بت. طب خدي مني كوبايه. اقعدي ياما اقعدي. انا امين لك تاني، انا امين لك تاني يا حراق، وربنا ما يحصل. ده عم الشمال ده كان هيموتني وانت سبتني وخلعت. اخس. طيب ماشي، احضرينا بقى حماتي، احضرينا بقى عشان انا صالحتها واستسمحتها وبرضه قلبها وشها. لينيها لي بقى كراميلا. قول كلمتين لاختك بقى واظبط الدنيا. بقول لك ايه، منك ليها، انا ماليش دعوه، انا اصلا عايزه تمشي من البيت، دي قعدتها صداع. تصدق تصدق اللي ما شفتش تربيه. احضرينا بقى ام نوجه عشان هي ما بتكسرلكيش كلمه. هي امك نامت ولا ايه يا نوجه؟ امي ياما، خش نام الجو. قوم يا منوجه وبنام لما ننزل. طيب منوجه منوجه. ام ايه ده؟ ام يا لهوي، ام 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 امك فلسعت. الله امك فلسعت. الله امك فلسعت. هات امك يا العظيم. رد عليا ياما. ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالكم. صدق الله العظيم. الله يرحمك يا ابو نوجه، الله يرحمك. وشك شكري شكري. شغلك ده ايه اللي جابه هنا ده بقى؟ انت اللي قلت له ها؟ اه. تصدق ان انا اللي غلطان واستاهل ضرب النار والكذب ان انا قلت لك بعد ما طلعت واطي معايا؟ ماشي، عشان تجيبه كده وتروح تقول له. ماشي. في ايه يا عم انت؟ هو مش طليقها؟ وبعدين اخوها يبقى زي اخوه بالظبط. ازيك يا هوجي؟ عامل ايه؟ وحشتني. انت كمان يا كرم، وحشني قوي. عامل ايه؟ الحمد لله. شد حيلك. شكرا هو ماشي. أنا هقف أخد عزم منوجة عشان كسرت طيبة الله يرحمه. آه شكرا. أنا مش هقول لك خد بالك من منوجة، هتعرفوا تخلوا بالكم من بعضيكم. شكر الله ساعك أهو، شكر الله ساعك يا حبيبي.
يلا روح شيل العربيه بتاعت الباشا اللي مسرحك دي واتكل على الله من هنا عشان العربيه دي سد الحاره وتلاقيني مخنوق. بقول لك يا هوج خليك في حالك يا اخويا، حرق راجل وسيد الرجاله وبيعرف يخلي باله على منه كويس. انتوا الاتنين تخلوا بالكم من كرم، ولو حد داسله على طرف انا هزعله على نفسه جامد. تعرف يا هوج وربنا لو ما كناش في عزا كنت انا اللي زعلتك على نفسك. لو ما كناش في عزا خبر ايه يا ابني؟ انت هتخاف على كرم اكتر من اخته وجوزها؟ هوج خدني معاك، امي ماتت اللي كانت بتحوش نوجة عني. ولا ام لطفي عندها حق يا كرم، دختك مش هتيجي عليك. جرايا يا كرم، هو مش انا واحسان برضو زي اخواتك ولا ايه؟ انا هاخدك دلوقتي ونطلع لعربيه السمين واكلك كل الممبار اللي نفسك فيه. وانت رقم المحمول بتاعي معاك، اي حد يزعلك اي حد تكلمني على طول. ماشي، ربنا يجعلها اخر الاحزان. اه ما بيقولوا كده صح. تعالى حرص، تذكرينا على الواجب يا اخوي. تعالى كرم، الواد كرم تحطه في قلبك لو اي. يا ورد كتاب الله. طب اني جاي لك انا وحرس هوا. سلام. في ايه يا هوجة؟ تعال. ايه في ايه؟ الواد منفاخ، لا العيال اللي بندور عليها. الظاهر كده يا حرس ما يجيبها الا ايه؟ منفخة. صح، ارق. بانجا. لا 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 لا. الله. اوه يا بطني. ايه مالك؟ مالك انا وجه في ايه؟ تعبانة يا لطفي، بطن قلبه جامد ومش قادره اخد نفس. ما اكيد يا حبيبتي، يعني من النكد اللي انت معيشانا فيه، يعني اصل ده مش حلو يعني على البني ادم. لا يا اخويا مش من نكد، ده من حرق الصغير. من ايه؟ حرق الصغير. الحرق الصغير اللي هو اللي يعني الحرق الصغير النوم. انا اهو الحرق الصغير اللي هو يعني ده جوه هنا. ايوه يا لطف، انت بتتكلمي جد يا بنت انت ولا ايه؟ ايوه حامل. لا مش معقول يا ام لطفي. يا ام لطفي. ايوه يا ولا في ايه؟ تعالي بسرعه، خرجتني من الصاله. في ايه؟ انا يعني انا هبقى بنت نوجة حامل وانا هبقى ابو لطفي الحرق الصغير وانت هتبقي تيتا ام لطفي. بجد والنبي الله العظيم، الف مبروك يا لطفي. الله، ده انا كنت ساجده في الارض وبدعي ربنا ان يرزقك بسريه الصالحه. الف مبروك يا حبيبي، مبروك يا نوجه. والله فرحت لك قوي. الحمد لله. ما 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 ما, ما, ما دي النيه بقى، دي النيه تصفى. لما الواحد يبقى نيته تصفى ربنا بيكرمه على طول. يعني خلاص بقى، خلاص بقى بلاش نكد بقى، عشان النكد غلط على النون الصغير الحراق. لطفي كان نفسي يا لطفي امي تبقى عايشه فرحها، يعني ملهاش نفس تفرح. معلش يا حبيبتي، بكره ان شاء الله تزوريها في التراب وتقولي لها بنفسك، هي اكيد حاسه بيكي. يعني ما يا اصل ده حمل، يعني يعني نفرح، يعني ان شاء الله ماما هتفرح ولما تروحي تقولي لها وهتنبسط قوي. عايزين نفرح احنا. ايوه ايوه، انا اول حلقه صغير. مفيش بيت بدل ما تنزل على الطور. نهار اسود، واد يا لطفي ايه اللي مصحيك لحد دلوقتي وفاتح التلفزيون يا ولا؟ وحماتك لسه ميته؟ ما يصحش. ايه يا صوتي عامل ايه؟ طيب ما انا مصدقت دخلت نوجة اتخمدت بالاسود اللي هي لابساه ده، وكرم طول اليوم عمال بيعيط وصوت وبتاع. عامل انا ماليش في النكهه دي يا امه، تعرف برضك يا ابني مش اصول. يعني بقى انا لما اموت هتشغل عليا اوكا وارتيجا؟ يا امه اللي انت بتقوليه ده، انت حاجه تانيه، انت عباسط. طب والنبي بحبه، ولما يقول لك ونزلت دمعتي تبقى مناسبه قوي للعزاء. بس عشان هما جوه مش هينفع. النبي انت عسل والله العظيم. انت صحيح يا امه انت قايمه ليه دلوقتي؟ انا قلت اصلي ركعتين واستنى الفجر. قوم انت بقى نام عشان تصحى كده مفوق وتروح للريس بهلول، ولو ليك عيش معاه ربنا يرزقك بشغل. يلا يا حبيبي. استنى استنى، انا
هروح لرئيس بهلول طبعا وكل حاجه، بس انا كنت عايز يعني عايزك تروحي له برضه. اروح له ازاي يعني؟ الله فيه يا امه، انت مش شايفه الهلوم اللي بقى فيها الرئيس بهلول دلوقتي؟ يعني تروحي له البيت عنده، تنظفي له حاجه، تعملي له اكله، اي حاجه عايزها تعملها له يعني، وبعدين ده هيدفع زي غيره. عليك يا لطفي. انا ما عنديش وسايط في الشغل. انت يا واد مش كنت عايزنا بطل خدمه في البيوت؟ اخس عليك يا امه، هو دي خدمه في البيوت؟ ده الرئيس بهلول ده اللي خيره علينا كلنا. الرئيس بهلول ده جميل قوي. وبيني وبينك انا زهقت من قعده البيت وبوزي في بوز مراتك، خلاص هروح له. طيب حلوه قوي قوي، يعني دي حاجه خطوه حلوه وعلى بركه الله. بس انا برضو عايز اقول لك بقى تعملي ايه بالظبط. يعني يا مهدودة، يعني ظهري واجعني قوي، انا باين علي عجزت ولا ايه؟ لا يا مولطفي ما تقوليش على نفسك كده، انت لسه صغير عندك 12 سنة قد كرم اخوي. انت بتتمقلس علي يا بت ولا ايه؟ لا ما بتمقلس ولا حاجة. البيت بتاع بهلول طلع كبير علي قوي. بقولك يا بت هنوجة، ما تيجي تساعديني وحديكي 100 جنيه في كل مرة. انا هخدم في البيوت؟ اخدم في البيوت ليه؟ كنا واخدينك دكتورة يعني؟ ما انت كنت اسم الله بتسرحي بمناديل في الاوتوبيسات، وعشان عليكي يا رب. والنبي ايه؟ والنبي ما تخلي ساكتة يا ام لطفي، خليني ساكتة. لا يا اختي اتكلمي، طلعي اللي في عبك كله. انا مش هخش معاكي في لوكلوك، فايتهالك سديتي نفسي. ان شاء الله على طول يا اختي. استني بس، رايحة فين كده؟ يا عم شوف امك. وجع في بطنك. تقوم يا كراميلا تطفي الليلة دي. يعني يا عم لسه ما اكلتش. لا ما كده حلو عشان انت كلبصت. يلا يلا. ايوه شوف بقى الليلة دي، يلا اوعى تقع. ايه يا اما بقى يعني تقولي لي كده، يعني الرئيس بهلول بيته ما فيهوش حاجه غريبه كده؟ هو في حاجه مش غريبه يا ابني؟ ده كل حياته غريبه. ده كان عايش في سويقه، بس محسوبتك بقى خلتها له مملكه، ما عدا اوضه نومه مش بيخلي حد يخشها. محترم قوي بهلول ده يا لطفي. ايوه صح، ما هو محترم فعلا. ما هو اصل لطفي ابنك محترم وما اعرفش غير المحترمين يعني. ايوه بس يا خساره. يخساره ايه؟ حلو ما يكملش يا اما. الدكاتره قالوا ان هو عنده مرض خطير قوي. يا لهوي. مرض؟ ده الراجل صحته زي البوم. لا بس يا اما بصي، الدواء ده دكاترة سلوم قالوا إن عنده مرض خطير قوي ولازم ياخد من الدواء ده على طول، لأن لو ما خدش منه كل يوم في ظرف أسبوع هيفلسح. يا نهار أسود. أنا أصلي رحت معاه للدكتور يعني، وقال له ما ينفعش بقى حد يقول له إن هو عيان وكده، لأنه لو عرف إن هو عيان ممكن يروح فيها. يا ساتر يا رب. مش فارقة يا رب. والنبي يا أما لما تروحي له تخلي الدواء ده معاكي. أيوه. وما تخلوش يحس خالص بأي حاجة. تحضري له اكل تقومي حاطه من الدواء ده وتغرقي الاكل عشان يحوق فيه. بس انت بتقولي يا اما الاوضه دي مفيش مخلوق بيعتبها. اوضه نومه؟ وحد يستجري يهوي من ناحيتها؟ حلو، جربيه بقى البتاعه دي كلها.